بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، في هذه الحلقة الموجزة بحول الله لتلاميذ السنة الأولى ثانوي، سواء جدع مشترك أداب أو جدع مشترك علوم، مراجعة شاملة وعامة تحضيرا لاختبارات الفصل الأول. كما لا تفوتني أو لا يفوتني أن أنبه تلاميذ أن مراجعة الفرض هي تقريبا خادمة أيضا لهذه المراجعة في الاختبار، إلا أنني أضفت أهم الأفكار ووحدة جديدة، وهي شعر الوصف عند عبيد بن الأبرص: كيف تأتي النصوص. لذلك أركز أو أسوق نقطة، يعني أول شيء أركز عليه هو أن التلميذ حين تتابع هذه أسئلة متوقعة، فبعض التلاميذ يعني أحيانا يقول لك، لأنك قلت بأن النمط وصفي مثلا في شعر عنتر بن شداد، النمط وصفي، صحيح قد يكون نمط وصفي، لكن ليس بالضرورة كل نص تجده لعنتر بن شداد أن نمط وصفي. لذلك تنبه لهذا الجانب، فأنت لابد أن تختبر النص أو تفهم النص لتفهم هل يصف هل يسرد هل أراد الإقناع، وهي أغلب الأرماط التي تشي. إذن الكرم عند حاتم الطائي باختصار شديد: ما السياق التاريخي للنص؟ وهذا قد يأتيك في أي نص من نصوص العصر الجاهلي. ما السياق التاريخي للنص؟ هو العصر الجاهلي. ثانيا: ما الغرض الشعري للنص؟ يعني إما الشعر الاجتماعي أو شعر الفخر، وهناك أغراض أخرى. نركز على الشعر الاجتماعي وشعر الفخر. متى؟ إذا وجدت الشاعر بما أنه يتناول ظاهرة الكرم فهي ظاهرة اجتماعية، فهو شعر اجتماعي. أو شعر الفخر، إذا وجدت حاتم الطائي يفتخر بنفسه وبكرمه وبأنه يبذل إلى آخره، هذا بحسب معنى النص. فنقول هنا تنتمي القصيدة إلى غرض الشعر الاجتماعي، لأن الكرم ظاهرة اجتماعية تحدث عنها الشاعر. تنتمي القصيدة إلى غرض الفخر، لأن الشاعر يفتخر بشدة كرمه ويعني بلاءه الحسن داخل المجتمع. ثالثا، قد يأتيك هذا السؤال: ما هي أنواع الكرم وأيهما يظهر أثره في المجتمع؟ نقول أنواع الكرم: كرم اليد يظهر أثره، هو الذي يظهر أثره في المجتمع كرم اليد، لأن الكرم ثلاثة أنواع كما درستم في النص التواصلي: الكرم اليد وكرم العقل وكرم القلب. أما كرم اليد فهو الذي يظهر أثره في المجتمع. كرم اليد معناه التصدق، معناه المنح، معناه العطاء. كرم العقل معناه أن يفكر تفكيرا إيجابيا في النهوض بالمجتمع. كرم القلب هو حب الآخرين وحب الخير للناس، يسمى كريم القلب. فكرم اليد هو الذي يظهر أثره، لأنك حين تعطي أموال، حين تتصدق، فإن ذلك المسكين قد يعني أنت قد أعنته على قضاء حوائجه في هذه الحياة. رابعا، ما العاطفة المسيطرة على النص؟ العاطفة المسيطرة، هذا السؤال قد يرد وقد لا يرد. المهم أنت كيف تفهم العاطفة؟ هو الإحساس الذي وصلك من خلال قراءتك للنص. هل الشاعر حزين، غاضب، مفتخر، مبتهج؟ نحن قياسا على قصائد الكرم أن حاتم الطائي شديد الاعتداد بنفسه والافتخار، فنحن نقول هنا بالعاطفة المسيطرة تجدها إما عاطفة اعتزاز وافتخار، أن الشاعر مفتخر بكرمه وبأنه يبلي بلاء حسن في المجتمع، أو عاطفة شفقة، شفقة على هؤلاء المساكين والمحتاجين، قد تجد هذا في النص بحسب النص. خامسا، ما الفكرة العامة للنص؟ في نصوص حاتم الطائي، يعني أنا أعطيكم أفكار عموما، لكن أنت تتعامل مع النص قد تجد أفكار أخرى. لذلك نقول قد تجد الافتخار بالكرم، افتخار الشاعر بكرمه في المجتمع، إقناع زوجته بكرمه وردعها عن، لأنها تنهاه دائما على أن لا يبذر، فإنها ترى ذلك تبذير، لذلك يحاول إقناعها، قد تجد هذه الفكرة. بيان قيمة الكرم في المجتمع وأثره الإيجابي، قد تجد هذه الفكرة. ما النمط الغالب على النص؟ وهنا أفتح قوس، حين أقول لك النمط الغالب غالبا في شعر الكرم أو في شعر الذي يعني يصف أو الشاعر يتحدث فيه عن كرمه، تجد إما نمط حجاجي سردي وصفي، لكن بحسب النص، دائما لا تقولوني ما لم أقله، بحسب النص قد تجد الحجاجي إذا أراد إقناع، إقناعنا وإقناع زوجته، وهذا غالبا إذا جئت تتحدث عن زوجته ويحاول إقناعه،
سردي تجد فيه أسلوب القص وظروف الزمان والمكان، فكأنه يحكي لك حكاية، فهنا سردي. الوصفي تجد فيه كثرة الإضافات وكثرة الصفات وكثرة الصور البيانية، فالنمط وصفي. سابعا، ما القيمة البارزة في النص؟ غالبا تجد القيمة البارزة في النص هي قيمة اجتماعية، لأن الكرم مرتبط بالمجتمع. نقول القيمة الغالبة في النص هي قيمة اجتماعية، فالشاعر تحدث عن كرمه، فهو يريد نشر الخير والمحبة بين الناس داخل المجتمع، فهنا القيمة اجتماعية. ننتقل بكم دون إطالة إلى الفروسية عند عنتر بن شداد، كيف أراجع هذه الوحدة. أنا أعتمد على هذه الأسئلة المتوقعة لأنها تفيدك في البناء الفكري وتفيدك في الوضعية الإدماجية. ما السياق التاريخي؟ دائما العصر الجاهلي، لأن الشاعر ينتمي إلى العصر الجاهلي أو كتب القصيدة وقالها في العصر الجاهلي. ثانيا، ما مكانة عنتر بن شداد بين قومه وبما اشتهر؟ نقول كانت مكانته وضيعة، فاستطاع رفع شأنه فأصبحت مكانته عالية لتميزه بالشجاعة، وقد اشتهر بالفروسية والشدة والشجاعة في الحروب. ثالثا، لماذا كان العرب يكرهون الموت على الفراش؟ قد يرد هذا السؤال لأنكم أخذتموه في النص التواصلي. لماذا كانوا يكرهون الموت على الفراش ويسمونه الموت حتف الأنوف؟ لأنه يعتبر ذلا وهوانا، ويسمونه الموت حتف الأنوف، لأن الإنسان أو الرجل الشجاع عندهم، عند العرب قديما، هو الذي يموت في ساحات الوغى، وهي ساحات الحرب، فالوغى معناها الحرب، في ساحات الحرب. ماذا كانوا يسمونه؟ إذن يسمونه الموت حتف الأنوف. كانوا يذمونه ويكرهونه لأن الرجل إذا مات طريح الفراش فهو علامة من علامات الجبن ومن علامات الذل والهوان عندهم قديم. ما العاطفة المسيطرة على النص؟ غالبا عند عنتر بن شداد تجد عاطفة اعتزاز وافتخار، شاعر يعتز ويفتخر ببأسه، ببلائه، بشجاعته إلى آخره، أو عاطفة سخرية واحتقار، وقد تجدهما هما الاثنان. فنقول يعتز ويفتخر بنفسه ويسخر من الجبناء، يسخر من الأعداء إلى آخره، هذا بحسب النص تجد غالبا هذه العاطفة. ما العلاقة بين البيت الأول والأخير؟ هنا أفتح قوس، قد تجد العلاقة بين البيت الرابع والبيت الأخير، بين البيت الأول والبيت الأخير. المهم العلاقة بين الأبيات، يا إما أن تجدها علاقة تكاملية، وهي غالبا. لماذا؟ لأن بما أن الأبيات من قصيدة واحدة فهناك أفكار تكمل بعضها بعضا، فنقول العلاقة بين البيت الأول والبيت الأخير علاقة تكاملية ترابطية، لأن الأبيات من قصيدة واحدة وتخدم بعضها بعضا. وقد تجد العلاقة علاقة سبب بالنتيجة، وهنا لابد أن يكون التلميذ ذكي جدا، كيف تعرف؟ إذا ذكر مثلا في البيت الأول سبب، وهو أنهم يعني أرادوا أن يقوموا بحرب، في البيت الأخير يذكر لك أننا قتلنا الأعداء وانتصرنا في الحرب. هنا لاحظ، السبب مواجهة والنتيجة هي قتلهم للأعداء، تجد علاقة سبب بنتيجة إذا كنت تفهم يعني معنى القصيدة، أو علاقة تكاملية، وهي غالبا تكون تكاملية لأن من قصيدة واحدة. سادسا، بما كان العرب يستهلون قصائدهم؟ قد يرد هذا السؤال، قد يرد، يقول لك من عادة العرب أنهم يستهلون قصائدهم ب يعني شيء، ما هو؟ يستهلون بالمقدمة الطللية. لو قال لك ما معنى الأطلال أو ما معنى الطلل؟ المقدمة الطللية هي ذكر الديار التي رحل عنها أهلها، أو ذكر الأحبة الذين ماتوا، وهي عادة كان يستخدمها الشعراء في أول بيت من القصيدة. لاحظ عنتر بن شداد في معلقته الشهيرة، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي. ماذا تلاحظ هنا؟ هذه مقدمة طللية، هل غادر الشعراء من متردم. متردم هو اسم موضوع
موضع كان في الجاهلية وهو من الديار القديمة. فذكر الأحبة الذين ماتوا وذكر الديار التي خلت وتركها أهلها وأصبحت رسوم وأطلال، فهذا هو معنى المقدمة الطلالية في أول بيت. قد تجدها يستهلون، هنا لم أشرح لكم يستهلون، صحيح استهلال هو البيت الأول حين يقول لك بما استهل الشاعر الأبيات، بمعنى بما بدأ في البيت الأول. غالبا يستهلون بالمقدمة الطلالية، قد يرد السؤال بهذه الصياغة لأنه في نصوص عنتر بن شداد غالبا إذا كانت في الحماسة وكانت في إلى آخره، فهنا ينبغي التنبه لهذا. لذلك نقول ما النمط الغالب على النص؟ النمط الغالب على النص قد يكون حجاجي وصفي سردي إعازي، قد تجده حجاجي إذا وجدت شاعر يحاول إقناعا، وصفي كثرة الصفات الإضافات الأحوال الصور البيانية، سردي وكأنه يحكي لك قصة، هذا هو المنطلق. الإعازي كثرة أفعال الأمر والنصائح، تجدها كثيرا كل بيت تقريبا فيه فعل أمر أو نصيحة، فهنا يكون نمط إعازي لكنه نادر، تجده وصفي سردي حجاجي والوصفي غالبا. قد يأتيك سؤال ما الغرض الشعري للقصيدة، وهنا تنبه جيدا. عنتر بن شداد من الأغراض الشعرية شعر الفخر أو شعر الحماسة، لديه أغراض أخرى كالمدح كالهجاء كالرثاء موجودة يعني، لكن أنا ينبغي التلميذ أن يفهم، تفهم القصيدة حين تقرأ القصيدة أنت تحس أن الشاعر يفتخر بنفسه فهي في شعر الفخر، تحس أن الشاعر يصف حربا ويصف الجيشين لما يلتقيان ثم هناك صراع وهول المعركة إلى آخره حين يلخص لك هذه الحرب، فهو شعر الحماس الذي يصف الحروب. وقد تجد أغراض أخرى لكن أنا أقيس لكم يعني تبعا لعنوان الوحدة الفروسية، مرتبطة كثيرا بشعر الفخر وشعر الحماسة عند عنتر بن شداد، هذه من الأغراض الشعرية، تنبهوا لهذا الجانب، تنبهوا لهذا الجانب. ننتقل بكم إلى آخر شيء وهو الشيء الجديد الذي سأشرحه لأول مرة، وهو شعر الوصف عند عبيد بن الأبرص. واحد، من أبرز شعراء الوصف في العصر الجاهلي؟ نذكر الأعشى امرؤ القيس، النابغ الذبياني، المهلهل بن ربيع. ثانيا، ما الغرض الشعري للنص بما أنه في شعر الوصف؟ الغرض الشعري للقصيدة هو شعر الوصف، فالشاعر قد وصف ثم بحسب النص وصف البرق، وصف المطر، وصف النجوم، وصف الليل إلى آخره. هنا لا بد أن تعلل، نقول تنتمي القصيدة إلى غرض شعر الوصف أو إلى شعر الوصف، فالشاعر قد وصف مظهرا من مظاهر الطبيعة وهو البرق وهو المطر، وقس على ذلك. قد يردك هذا السؤال، يرد هذا السؤال، لماذا وصف الجاهليون الطبيعة؟ نقول باختصار لأنهم خبروها وعرفوا أسرارها من خلال الحل والترحال، فشاهدوا البرق وشاهدوا المطر ومروا بالليل ثم يعني وشتى الظواهر لأنهم خبروها. رابعا، ما هي المظاهر الطبيعية التي وصفها الجاهليون؟ ما هي أبرز المظاهر؟ قد يرد هذا السؤال، وصفوا البرق، وصفوا المطر، وصفوا الليل والنجوم، الصحراء والكواكب باختصار. خامسا، كيف كان الوصف عند الجاهليين؟ هل كان وصفا فيه إبداع وفيه صورة جميلة أم كان سوداويا قاتما؟ نقول الجواب كان قاتما، وهنا نقصد قاتما بمعنى كان سوداويا قاتما، يصور حياتهم الحزينة، وصف حزين. فرق بين وصف حزين ووصف فيه ابتهاج، فهذا هو الفرق، أن العرب في القديم كان يعني كان يصور حياتهم الحزينة وصحاريهم القاحلة وحلهم وترحالهم، فكان قاتما. سادسا، ما العاطفة المسيطرة على النص؟ هذا قد يرد وقد لا يرد، إلا أنه إن وردك هذا السؤال عاطفة أنت كيف تعرفها؟ لاحظ أنا قص لكم فقط على نص وصف البرق والمطر عند عبيد بن الأبرص، يا من لبرق أبيت الليل أرقبه من عارض كبياض الصبح لماح دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يلمسه من قام بالراح إلى آخره. هنا قصيدة يا من لبرق، العاطفة عاطفة دهشة وتعجب، يا من لبرق عاطفة دهشة وتعجب قياسا على النص.
وقد تجد عواطف أخرى، إلا أن غالبا تجد الشاعر مندهش من هذه المظاهر الطبيعية. سابعا، ما النمط الغالب على النص؟ نمط وصفي مباشرة. لماذا؟ لأن شعر الوصف مرتبط بالنمط الوصفي. نقول ما هي مؤشراته، ثم هنا في المؤشرات يا جماعة، حين نقول نمط الغالب على النص هو النمط الوصفي، ومن مؤشراته الصفات، الإضافات، الأحوال، الصور البيانية. لو قال دل عليه بمؤشرين، تقول الصفات ثم تستخرج الصفة، ثم تستخرج الصفة من النص، الإضافات تستخرج مضاف ومضاف إليه، تقول الأحوال تستخرج حال كمثال، صور البيانية تستخرج تشبيه أو استعارة أو كناية. لذلك تنبهوا لهذا الجانب، لأن المنهجية ضرورية يا جماعة في الامتحان. إلى هنا أتمنى أنني قد كنت ضيفا خفيفا وقد استفدتم فعلا. إن استفدتم فعلا لا تنسوا اشتراك في القناة، مشاركة هذا العمل لوجه الله، ونحن نبتغي وجه الله، فكلكم إخوتنا قبل أن تكونوا تلامذتنا، وبالتالي من جد وجد ومن زرع حصد. بالعزيمة والإصرار، الثقة بالله والثقة بالنفس، هذه الأمور هي أسرار النجاح. فكن على يقين أنك إذا كنت مخلصا في دراستك لا شك أنك ستكون من الناجحين. دائما ضع نصب عيونك الوالدين الكريمين، وضع نصب عيونك أنك ستكون شيئا يذكر في المستقبل القريب إن شاء الله. وتمنياتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم.